السلام عليكم ورحمة الله متتابعي قناة فلوغو تاويل بيتي شانيل. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو الجديد اللي نزل على القناة. ودائما تتم ديال السفر او العطلة في البحر. رحنا دابا في مدينة بوزنيقة، مدينة صغيرة زوينة، بحرها نقيقي، الباركينج ديال البحر كيكون على هذا الشكل. هذا راني صورت لكم باش تاخذوا فكرة، لان صعيب على الناس اللي ما عارفينش بوزنيقة كيفاش يديروا يوصلوا للبحر. كيكون الباركينج حداه الفيلات، وكاينين ما بين الفيلات دروبا صغيورين اولا دي باسخيل اللي كندوزوا منهم باش نخرجوا في البحر. واللي زوين في البحر ديال بوزنيقة جاي عالي بحال شي رفيده، البحر لتحت والبلاصة ديال الجلاس كتكون الفوق. كنتمتعوا بالمنظر ديال البحر، كيكون منظر رائع بزاف، وفي نفس الوقت كنتمتعوا بالمنظر ديال القصبة اللي كتجي كتطلع على البحر. ان شاء الله دابا ندير لكم جولة فيها بالتفصيل، تشوفوا واحد المكان ولا اروع، ضروري ما تمشيوا لها واخا تشربوا غير قهوة وتمتعوا بالاطلالة على البحر. واحد الحاجة اللي ثارت الانتباه ديالي، ماشي مرة ماشي جوج، بزاف ديال البحور اللي مشينا لهم هاد العام وقلت نشاركها معكم، وهي الشباب بزاف كينقبوا ولا كيبحثوا على الحديد والمجوهرات بهاد الآلات هادي. صراحة برافو عليهم على هاد الفكرة هادي، لأن بزاف ديال الناس كيطيحوا لهم الفلوس، كيطيحوا لهم لي بيجو ديالهم، سنيسلات، خويتمات، وبزاف ديال الحاجات كيلقاو، يعني كيضيعوا الوقت باش يطلعوا لهم شي حاجة فيها الفائدة، ولكن فكرة زوينة. مهم احبابي غندير معكم جوله في القصبه كيف ما سبق لي وقلت لكم، واحد المجمع رائع بحال قريه سياحيه، فيها فيلال، فيها شاليهات، فيها ابارتمون، هادو كيتكراو اولا كيتشراو على حسب يعني الاستطاعه ديال كل انسان. فيها ايضا مطاعم ومقاهي رائعه يعني بجوده عالميه، فيها مدرسه ديال السيرف، وفيها البلاصه ديال الاكسسوارات اللي كيحتاج الواحد للسيرف تقدروا تكريوهم مثلا الى غدوزوا النهار ديالكم تما في بوزنيقة. وخلاص البحر اللي بغى يستمتع به، بحر نقيقي ما شاء الله كيف ما شفتوا، الماء ديالو صافي، وحتى الناس اللي كيجيو له ناس محترمين ونقيقيين. ومن بعد غادي ندير معكم جوله في المكان الشعبي ديال المشاوي، اللي بغى يبدل على الحوت بطبيعه الحال، اللي بغى يبدل على هاد المطاعم، مكان غزال. الشوا ديال بوزنيقة لا يعلى عليه، معروف كيجيو له الناس من لين لان، يعني كيف ما معروفين بعض المناطق في المغرب كتكون رئيسيه، الواحد منين يوصلها ضروري ياكل الشوا عندهم. كاين الشوا ديال الحولي اونتي، اولا الا بغيتو تشريو اللحم طري عند القزار وكتديوه للشوايات، هما كيتكلفوا بطبيعه الحال لي فخيت ولي سلاد والمقبلات كيف ما معروف في المغرب. المهم انا حاولت نعطيكم فكره على المنطقه كيفاش دايره. هاد المشاوي كيبعدوا تقريبا واحد 5 كيلومتر هكاك على البحر، يعني في سونتر فيل ساهل باش توصلوا لهم. كنتمنى احبابي نكون فدتكم بهذا الفيديو، تابعوا الفيديو للاخير راه مفيد بزاف وغادي تستافدوا منه وتاخذوا افكار. شاركوا الفيديو فضلا وليس امرا مع الاصدقاء والاحباب، ما تنساوش تخليوا لي لايك للفيديو والتعاليق ديالكم، اللي عندكم اي ملاحظه مرحبا والف مرحبا. وهنا غادي نبدا لكم الجوله في القصبه اللي قلت لكم كطلع على البحر، المنظر ديالها استراتيجي. لداخل هنا غادي ندير لكم جوله باش تاخذوا فكره على الفيلا كيفاش دايرين ما شاء الله، والشاليهات وليزابارتمون كي قلت لكم اللي بغى يكري ولا يشري كلشي متوفر عندهم. عندهم سبح داخلي اللي كيطلع على البحر، في واحد المنظر خطير بزاف بزاف. المهم انا نحاول ندير معكم جوله على حسب المستطاع، ونرجع معكم الجهه ديال المطاعم والكافيتيريات، حتى هما كيحمقوا الجليسة عندهم كتطلع على البحر ما تسخوش بها، يعني كل مرة يجي الواحد يجلس في بلاصة غادي يبدل وما يحسش بالملل، كأنه مشى شي بلاصة واحدة أخرى جديدة. كنتمنى لكم أحبابي فرجة طيبة لبقية الفيديو، ونقول لكم تهلاو لفراسكم للفيديو الجاي إن شاء الله. بسلامة.